قتلتوش يا فندم، ما قتلتوش. ما حضرتك لازم تهدي عشان نقدر نتكلم، كده مش هينفع. ما انا مظلومه يا فندم، والله العظيم ثلاثة مظلومه، ما قتلتوش. عظيم، مظلومه وما قتلتيش حد. ممكن تجاوب على اسئلتي بالراحه عشان نقدر نثبت ان انت مظلومه؟ حاضر. ايه طبيعه علاقتك بالدكتور شريف طاهر؟ زميلي يا فندم، زميلي في المستشفى سابها لظروف كده، كنت انا الوحيده اللي بسال عنه في التليفون من وقت للتاني، يعني عايش لوحده. اتفضلي شوية، اتفضلي يا ماما، ارتاحي. عايش لوحده، حتى اسال دكتور وفاء كلمناه فوق العشر مرات ما ردش، لحد ما قررت اروح له. هتيجي معايا ولا لا يا وفاء؟ بابا عنده تحقيقات وهيبات في الشغل الصبح. شكرا يا وفاء، هروح لوحدي. الوقت كان متاخر ووفاء رفضت تيجي معايا، ولما وصلت الشقة ضربت الجرس كتير ومحدش رد عليا. كنت هنزل انادي على البواب واسأله، بس فجأة لمحت باب الشقة موارب فدخلت. شريف، 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 شريف. وفضلت تصرخي لحد ما الجيران اتلموا على صوتك وشافوك واقفة قدامهم. والله العظيم ثلاثة، هو ده اللي حصل. لا ما حصلش. يا نهار اسود، يعني ايه ما حصلش؟ يعني اللي بينك وبين الدكتور شريف طاهر كان علاقة عاطفية مش علاقة زمالة زي ما انت قلتي، وده ثابت من تفريغ الرسائل اللي على تليفونك وتليفونه. حتى لو ده صحيح، علاقة ده بالموضوع؟ لا له علاقة طبعا، الكلام ده بيأكد شبهة القتل بدافع الخيانة والغيرة. ايوه انا كنت بحبه، وما اعرفش لو كنت شفته في الوضع ده كنت هعمل فيه ايه، بس اللي اعرفه ان انا والله العظيم ثلاثة ما قتلته، والله العظيم ما قتلته. والمسدس اللي لقوه في الاوضه؟ مسدسي؟ انا عمري في حياتي ما شلت مسدسات. مش ضروري يكون بتاعك، كفايه انه باسم والدك. بابا، سراح مين مرخص باسم اللواء فريد طايمه؟ يا نهار اسود، فريد طايمه؟ ايوه يا عاطف، قتلتهم مسدس فريد طايمه، اعمل ليه اهلوي، هو اللي حظه كده. طب انت جبت مسدسه ازاي؟ هو اللي نسيه هنا عندي، وبعدين في نفس الوقت الواد الزفت اللي اسمه رمزي ده جاب بيقول لي باني الحيوانه دي بايته في شقه شريف، فطبعا ما ادريتش، خدته في ايدي وجريت عليهم وخدت حقي يا عاطف. يا باشا كان لازم تقول لي، كان لازم تقول لي يا باشا. هقول لك ازاي يا بني ادم، انا اصلا كنت حاسس باللي انا بعمله. طيب اتربقت فوق دماغنا يا ريس، والعفريت اللي جه المحكمه ده دمر القضيه كلها وشاهد ضد فريد طعيمه. ادي قلتها، شهد على فريد طعيمه ما شهدش علينا احنا عشان ما يعرفناش، وفريد بقى اتقبض عليه هو وبنته في جنايه قتل. طيب فريد هيسكت يعني؟ هيسكت وهو شايف بنته في السجن؟ اعلى ما في خيله يركبه. انا وانت هنطير على امريكا في طياره بالليل. هنستنى شويه لغايه لما تهدى الامور وانا هعمل اتصالاتي. هو بقى يسيبه في المحكمه يصرخ لغايه لما يبان له صاحب. سمر! 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 البنت فين؟ اوعى! اهدى يا فريد. البنت فين يا صفر؟ اهدى. البنت فين؟ في النيابه يا فريد. ما عملتش حاجه. ثلاثة بالله العظيم ما عملت حاجه. مش هي اللي عملتها. صبر صبر صبر، ده انت مربيها على ايدك زي الملاك. دي الوردة جميلة انا طلعت بيها من الدنيا كلها. بنتك اتمسكت متلبسة يا فريد، والجريمة تمت بالسلاح بتاعك. قد انت قلتها، السلاح بتاعي. انت تعرف يا فريد طيب انه ممكن يمسك سلاح لحد؟ انا اللي عملتها. بفضلك انا اخش النيابة، انا اخش النيابة اعترف بكل حاجة. انا اللي عملتها مش حد تاني، انا اللي عملتها صفوت مش البنت. ما ينفعش يا فريد، ما ينفعش. يا ريت يا ريت تعرف تضحي بنفسك عشان تنقذ بنتك، بس للاسف كل زمايلك شهدوا انك كنت سهران في مكتبك وقت وقوع الجريمه بالظبط. كذابين، دول 60 كلب كذابين، ثلاثه بالله العظيم كذابين، بيحقدوا عليا بيحسدوني. انت عارف كويس قوي انت كمان بتحقد عليا يا صفوت، ترد لي اللي عملته فيك زمان. بس الفرق بيني وبينك لما حبيت انتقم منك وقفت الراجل للراجل اتش ناحية عيالك، انما انت بتذبحني في بنتي يا صفا. انت اللي بتذبح بنتك يا فريد. النيابة جوه وجهت لها تهمة القتل، مش كده وبس، النيابة كمان كشفت لها كل الاتهامات الموجهة ليك في قضية كارما. البنت سمعت الكلام ده كله انهارت جوه. وأقفل المحضر على ذلك، وقررنا حبس المتهمة سمر فريد عبد الله تعيمة 15 يوما
مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية. سمر سمر حازم لازم سمر ما تخافيش انا لا اتحبس انت لو كل حد يحبسك ابدا لا مش هقول لهم انا اللي عملتها اصل انا اللي عملتها انا اللي قتلت بنتي انت ما قتلتش حد انت ما قتلتش يا بابا انت قتلتني انا ما قتلتش حد ذبحتني خدعتني يا ريتني مت قبل ما سمعت اللي سمعته يا ريتني مت قبل ما سمعت اللي سمعته لا استنى استنى سمر ربنا يسامحك اوعى سمر ربنا يسامحك ما تخافيش يا سمر أنا بنتي بتحبسها صفوت أنا الداخلية يا صفوت أنت تعرف كده كويس أنا القانون أنا اللي كان بيتشرف في مكتبي كل القوانين إحنا اللي كنا بنعمل القوانين وبنعمل ثغراتها صفوت ما تنساش أنا بنتي ما يتقبضش عليها صفوت بالشفا يا فريد بيه بالشفا بس أمانة عليك يا شيخ لما تاخد المقص افتكر إن أنا قلتها لك بدري مكره أصعب بكتير من مكر البشر ومن خبز الشياطين. انت شو عم تنفيه يا ابن الكلبوت؟ سمعت صوت شو عم تنفيه؟ المقص فكرتني بالمقص المقص المقص يا صفو اهدى يا فريد اهدى اهدى المقص المقص هذا فين شيء هو ده المقص بتنتقم مني بيضحك انت بتقول ايه يا فريد؟ دافنشي بيضحك يا صفوت بيضحك فريد ماسك الريشه وبيرسم بنتي في الزنزانه اقول له قول له يا صفوت ما ارسمهاش فريد فوق يا فريد بنتي هتضيع لو رسمها بنتي هتضيع لو رسمها اسمع مني فريد ايه اللي بتقوله ده؟ دافنشي بيعاوز ينتقم بنتي وبيضحك انت مش سامع رسمه ده بيضحك ايه ده فريد؟ دافنشي ايه ده؟ سيبي سيبي دافنشي 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 ايه ده يا فريد؟ دافنشي ده يضيع البنت فريد في ايه؟ لكل بنتين مني انا عملت كتير انا عارف بس البنت لا البنت لا القانون لازم ياخد مجراه يا فريد دافنشي انا سامعه بيضحك سامع ابن الكلب الواطي ده بيضحك دافنشي شمتم فيا شمتم فيا لا حول ولا قوة الا بالله شمتم فيا اهدى يا فريد اهدى انا استناه انا استناه هاخد حق البنت منه هاخد حق بنتي منك يا دافنشي الكلب عظيم هو ايه اللي حصل لفريد تقييمه بالظبط؟ اصيب بشلل في جهازه العصبي يا فندم فقد القدرة على النطق والتمييز التقرير الطبي بتاعه موجود قدام ساعتك.